من الشغلات اللي كتير بتوجع هي انك تفقد شخص بتحبيه من لحمك ودمك وتسرقوا الحرب وما تعرفي شي عنه. ما كنا قبضينا جد كتير انه في حرب، نقول حوادث وصار شي هون، ومبارح كان بعين الرمانة بكرة بالأوتيلات وكذا، ما حدا كان فاهم انه هيدي حرب. اجوا اخذوا زوجي من البيت انه بعد 5 دقايق تحقيق صغير وبيرجع، فكلنا صدقنا يعني. بالاخير شكلت ب 82 جمعيتنا اللي سميناها لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين بلبنان. في 8 سنين خلال الحرب كنا عم نطالب كل المسؤولين حتى الميليشيات، كنا عم نطالبهم بالافراج عن اهالينا. ما خطر ببالي ولا ببال اي حدا من الاهالي يلي قدرت جمعهم رح تصير قضية ورح تطول سنة ورا سنة ورا سنة ما نعرف شي عن أهلنا. أهالي المفقودين بعز دين أيام الحرب بتشرين الثاني 82 قدرنا نحن أن نتشكل طائفة عابرة للطوائف، من كل الطوائف، من كل المناطق، من كل المذاهب، من كل الانتماءات الفكرية إذا صح التعبير. خلصت الحرب فنحن تنفسنا صعداء يعني، قلنا الحرب أخذت لنا أحبابنا فهلأ السلم رح يرجع لنا إياهم، ولكن للأسف اصطدمنا أنه من كان مسؤولاً عن الخطف صار بالحرب صار هو مسؤول بالسلم. كان ينقلنا من كبار المسؤولين بالسلطة الرسمية أنه إذا بدلكم تطالبوا بمعرفة الحقيقة أنتوا عم تهددوا السلم الأهلي، انتوا عم تأسسوا لاندلاع حرب جديدة. فنحن بعدنا لهلأ كل كذا سنة لا نقدر نخطي خطوة لقدام باتجاه الوصول إلى حل هذا الملف. توج بال 2018 يعني بعد 36 سنة من النضال، توج بانتزاع قانون المفقودين والمخفيين قصرا. هيدا ثمرة هيدا الصمود وثمرة هيدا التمسك بهيدا الحق. لعبة المرأة خلال الحرب الأهلية بكل محطاتها أدوار مهمة بدعم صمود الناس. اللي برزت بهيدا المجال كانت الراحلة لور مغيزي اللي كانت رمز وكانت زخم للحركة النسائية ككل. الشيء المهم اللي بلبنان رح نحاول نعمله هو انه ان تلتزم الدولة بسياسة عامة ولكن تجسد بجهاز خاص. الصورة بالفعل بالغ الأهمية صدرت في مجلة عربي بالأول. لور مغيزي حاملة حمامة السلام وهي تخترق حواجز والمعابر على المتحف بربير. شو كان فيها شجاعة، كان فيها صمود، وكان فيها مخاطرة لاختراق المعابر. لور كانت كتير تؤمن بالعمل الجماعي، لكن من ضمن حركة العنف ومع جمعيات أخرى كمان أهلية في عدة مبادرات قامت فيها لور، رح أذكر بس البعض منها ما لحدا أذكرها كلها. على مدى 4 أيام مشوا من الشمال إلى الجنوب. هالمبادرة هيدي قاموا فيها مع جمعية المعوقين، هيدي أول مبادرة. المبادرة الأخرى اللي حابة أذكرها وهيدي أنا شاركت فيها هي الاعتصام الليلي. اعتصام ليلي أمام المجلس النيابي بمناسبة بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية. بعدين حب أذكر كمان السلسلة البشرية بين هاللي بيسمون خطوط التماس، كل الناس مسكوا أيدي بعضهم ليقولوا أنه نحن مدينة واحدة وشعب واحد وبلد واحد. أو بهالسلسلة هيدي البشرية كمان كانوا عم يعرضوا حملة التوقيع. 70,000 توقيع في كافة المناطق اللبنانية على وثيقة السلام الأهلي بين اللبنانيين،
كمان من المبادرات اللي فينا اذكرها كمان هي تبادل الدم وحداد دم بين منطقه ومنطقه اخرى، بس لحتى يقولوا هذا كرمز انه نحن اللبنانيه كلنا دم واحد وكلنا شعب واحد. ولار غيرت 10 قوانين ببلد مثل لبنان، يعني هذا شيء كتير صعب تغيير القوانين، وأبرمت اتفاقية دولية، كل هالأمور هاي كانت دائما تخلق لجنة حولها أما بإطار مؤسسة ما، لكن هالعمل الجماعي ما كان عندها إيجو، إنه هي ما كان بدها شيء هي أصلا، بس كان بدها إنه هالمشروع يوصل، إنه هالمطلب يتحقق. ابتدينا في هالعمل هيدا بالمطالبة بالحقوق السياسية يلي نلناها سنة 53، بالمساواة بالإرث يلي نلناها سنة 59. عملت دولار كتيبات لحتى الناس يقدروا يكونوا مواطنين لحتى يعرفوا شو هن حقوقهم، لأن إذا بدهم يطالب واحد بده يطالب بحقه ما بده يعرف شو هو حقه اللي يقدر يطالب فيه. سيدات دور الأهم لهم في بناء السلام إنه هن خلال الحروب والأزمات هن بيحافظوا على الحياة الطبيعية، وبالتالي يحافظنا على التوازن في المجتمع. سبب بالفعل كانوا النساء من أكثر العاملات الفاعلات في بناء السلام في العالم. هي بالحقيقة حركة العنف تعبير عن إيمان. نحن مش بحركة العنف رح نقدر نوقف العنف الدولي اللي داير ويلي تعبير من أحد تعابيره لبنان. أمل ديبو كنا تعاون كبير معها، يعني كانت متعاونة بشكل مستمر مع لورا مغيزل ومع المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم، وكانت تنشر عدا أغانيها الرائعة مجلة اسمها سوا لتتوجه إلى الأطفال في زمن الحرب. اشتغلت أيضاً مع اللي حالياً هو نائب المحامين الأستاذ ملحم خلف، اللي كان أطلق حركة كتير كبيرة وقتها على المتحف مشان يقاوموا تقسيم البلد ويمدوا جسور. يعني كتبت أغنية كتير بتعني لي أنا، موجهة للأطفال بلبنان، كيف تعرف الأطفال على بلدها لحتى هالأواصر اللي كسرتها الحرب الأهلية نرجع نحن نربطها بجسور بين الناس، ونقول إنه على اختلافنا على تنوعنا ما حدا بيلغي الآخر. تحضرني هيك حادثة كتير كتير عزيزة على قلبي مع أمل، أيام ما كنا عم نشتغل على الإغاثة وكان صار في تهجير من الجبل، وصار في حادثة مع ميليشيا معينة وقفت الكاميون وبدها تاخد الغراض من أمل، وأمل طبعاً رفضت تعطي الإغاثة لأنه نحن كان عنا رول إنه ولا ميليشيا تستلم الإغاثة. خلاف بيننا لا يخيفنا، حواجز أمامنا لا تعيقنا، ونحن قلة ولكننا نؤمن باللقاء. كانت المرأة دائماً وما زالت الجزء المهمش بالمجتمع، هي لا تستشار عندما تعلن الحروب ولا تستشار عندما يوقع نوع من أنواع السلام. عدة جهات إلى دور بإقصاء النساء، في السلطة السياسية خاصة السلطة السياسية الطائفية يلي ما بتقبل أنه النساء يكون لهم دور سياسي، أيضاً الثقافة السائدة بالمجتمع، الثقافة الذكورية اللي بعدها بتعتبر أنه الدور السياسي وسلطة أخذ القرار هي من أدوار الرجال ودور النساء فقط هو الدور الرعائي. وأيضاً بعتقد أنه لو قدرت الحركة النسائية أن تزخم وحدتها كان عندها حضور أفعل بموضوع إبراز دورها بالسلم الأهلي. الحركة النسائية كانت ماشي منيح، بس
صار عندنا هون انه القصة النسائية مش مهمة كتير هلأ، خلوها هيدي هيك دايما بيقولوها بفلسطين انه هلأ مش وقتكم. هني كانوا ما لهم قرار بالحرب نسائنا وبناتنا، بس هني دفعوا ثمنها الأكبر بشكل عام، وما بنعرف ما توثق بشكل كافي قديش عانوا من العنف المرتبط بالحروب واللي هلأ عم بيصير يتوثق أكتر وأكتر منه. فالنساء كانوا دائماً الضحايا الغير مرئيات، وهذا شيء كتير كتير بشع. وبنفس الوقت كانوا agent of change، يعني ما قبلوا نزلوا بالشوارع، كانوا حركات معزولة مجزأة بينحكى عنها، بس ما كان إلها الدفع الكافي لتجيب التغيير، لأنه لما صار ما يسمى بوقف الاشتباكات بلبنان ما صار في معالجة للماضي، ما صار في قعدة ومفاوضات فعلية لكل الأطراف، ما جلسوا النساء على طاولة ليقولوا، ما توقع اتفاقية سلم أهلي. ونحن بنعرف للأسف من شكل من الإحصاءات الدولية أنه في 2.5% فقط من الموقعين على اتفاقيات سلام نساء بالعالم. الاعتراف بالوجود تبع النساء ناقص بهالبلد. كم صحفية في عنا من المهمين جداً، كم مرة بتشوفيهم بيطلبوا من نساء آرائهم بالسياسة؟ كنت أنا وغيري يعني عم نعمل مجموعات بالأحياء تحديداً بمحيط منطقة رأس النبا، كنا عم نشتغل أكثر شيء مع النساء لأنه النساء هن بيكونوا بالبيت بالحرب عادةً، كيف بدهم يأمنوا سلامتهم الداخلية وسلامة أولادهم. كنا نركز كتير أنه قديش مهم دور المرأة مع أولادها يلي عايشين الحرب، كيف ممكن تتعاطى معهم، ما تخليهم يشاركوا بالحرب أو ما تخليهم يحبوا الحرب بهذا المعنى. يعني وخاصة وقتها كنا نشوف وقت الهدن أنه الأولاد صاروا يقلدوا العسكر الميليشيات، يعني صار لعبهم حتى يلي ما عنده اللعبة خالصة بارودة أو مسدس، كنا نشوف بعض الأولاد يعملوا هن من الخشب ومن شو اسمه بواريد، ويحملوا يلاقوا شقف خشب أو هيدا ويقوصوا ويمترسوا. أول شيء صار بالنساء أنه تعرفوا على حالهم، لقينا حالنا أقوى من ما نحن مفتكرين حالنا. الرجال كتير تركوا البلد، بقى انتركت كتير من النساء يدبروا كل الأمور لوحدهم. يعني بالأول كان كمان كله إنه وين بدنا نجيب خبز وكيف بدنا نعمل، ونقطعت الكهرباء بدنا ندبر حالنا. كان القصف يعني على التجمعات السكانية كان كتير كثيف، وصلنا لمحلات إنه نحنا نروح نشتري المواد الأساسية وأكثر شيء الخبز ونوزعه. طبعاً نوزعه كأنه نحنا، يعني مش إنه نوزعه على حسابنا، بس بدل ما يروحوا يتجمعوا قدام الأفران على القضيف، فكنا يعني نشتغل على الأحياء كل واحد منا ياخد مربع. النساء قاموا بأدوار مهمة، أدوار إلى علاقة ببناء السلام. النساء قاموا بأدوار إلى علاقة بتعزيز السلم الأهلي. أيضاً هنالك كان مشاركة سياسية للنساء، هنالك أيضاً مشاركة حتى عسكرية للنساء خلال الحرب يتم إنكارها وتهميشها، وكأنه كل ما هو غير نمطي بأدوار النساء لا يجب أن يذكره التاريخ. نحن مع التوثيق من أجل إظهار كل الصور الغير نمطية اللي قامت فيها النساء من مختلف المواقع اللي كانوا فيها، كانوا مقاومات، ونحن بنعرف تاريخ المقاومة للعدو الإسرائيلي شهد الكثير من النساء اللي واجهوا ببطولة وببسالة، إن كان نساء بأسماء معروفة مثل سهى بشارة، مثل سناء محايدلي، مثل العديد من النساء المقاومات الأوائل، أم النساء الشعبيات اللي بقلب الحارة وبقلب الحي قاوموا بالزيت السخن العدو الإسرائيلي. أنا بعتقد كل هذه المسائل لا توجد إشارة لها لسبب واحد، تاريخ النساء لا يذكر ولا يسجل. بلشت أكتب بأوائل الحرب، وأول شيء كتبت عنه هو أنا كنت عم بكتب عن حالي لجرب لاقي محلي بالمجتمع. أنا مثلاً خلقانة بفلسطين، ربيت بمصر، جوزت هون، رحت على أمريكا، سكننا مدة طويلة بأمريكا وبعدين جينا لهون. بالأول كنت حاسة أنه أنا ما خصني، بعدين اكتشفت أنه لا، كثير من الأمور خصوني، يعني حياتي كانت مربوطة بتفاصيل الحرب.
العناصر الأساسية لبناء السلام خاصة في لبنان موضوع جوهري جدا. ما يتم في لبنان لبناء السلام كتير جيد وفعال، ولكن بده تركيز. في المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم حددنا عناصر بناء السلام في لبنان بثلاث أربع بنود أساسية. أول بند هو القانون والدولة. ثاني عنصر بالغ الأهمية الذاكرة الجماعية المشتركة للإنجازات المشتركة والإخفاقات المشتركة. ولبنان في هذا المجال عنده تراث غني غني جدا جدا بالنسبة لغير بلدان، في المقاومين والصامدين والمبدعين والمفكرين وأصحاب المبادرات الرائعة عالميا. ثالث عنصر لبناء السلام هو الشأن العام العابر لكل الانتماءات. عبوا لبنان متاريس ومعابر طيلة 15 سنة، لكن وقت شالتوا المتاريس شالوا المعابر اجعت الناس للتواصل والالتحام والوحدة الوطنية. الإدراك كان من سنة على الأقل 2000 مع قرار مجلس الأمن حول موضوع المرأة والسلام والأمن، أنه تجاهل المرأة عم بيسبب كتير صعوبات وتراجعات حتى لما بيصير فيه توصل لاتفاقيات سلام. فبدأوا يعطوها اهتمام وينزورها، بس المنظار كان أمني أكثر ما هو حقوقي. الحركة النسائية بالإضافة للحركة المطلبية بلبنان ناضلت لفترات طويلة، وما زال هالنضال مستمر من أجل تعزيز حضور المرأة بالحياة السياسية والحياة العامة، من أجل تعزيز مشاركة المرأة سياسيا كان على مستوى السلطة التشريعية أو على مستوى السلطة التنفيذية أو على مستوى مكونات المجتمع المدني من الأحزاب السياسية والنقابات. لا يمكن أن يكون هناك سلم حقيقي ما دامت قضية المفقودين لم تحل، وقلنا هي الممر الإلزامي للدخول إلى السلم. المرأة اللبنانية كان لها دور مهم بالتحرك لمنع العودة إلى الاقتتال، ولكن للأسف كل هالحضور للنساء على الأرض من أجل السلام لم يترجم لا باتفاق الطائف ولا بأي جولات الحوار الوطني يلي كانت عم تحصل. ورغم ذلك استمر هالدور اللي بيقوموا فيه النساء مشان حماية السلام، وشاهدناه مؤخرا بالعديد من الأدوار خلال الحراك اللي حصل بالبلد. لبنان كسائر دول عديدة وقعت على الاتفاقيات والحقوق الدولية، إجا عدة قرارات كما نعلم بعد 13-25 ليفعلوا أكثر المفهوم والمضمون، لكن بما أنه هن توصيات ما عندهم بعد إلزامي. للأسف فينا إذا طلعنا على مدى التطبيق اللي قدمه لبنان بالعشرين سنة الأخيرة على كل التزاماته ما نلاقي أنه التنفيذ مرضي، أنه اللجنة الوطنية ما عندها دور تنفيذي بلبنان، هي فقط استشارية. ما في وطن بينبنى إذا ما شاركوا النساء ببنائه، ما في سلام مستدام إذا ما كان قائم على المساواة بين الجنسين. بإيدنا بدنا نواجه العنف، بإيدنا بدنا نواجه التمييز، بإيدنا وبجهدنا بدنا نكسر الصورة النمطية اللي عم بتزيد من تهميشنا ومن إقصائنا. نحن نساء الحرب. عندما انطلق قطار السلم من دون أن يعيد إلينا أحباءنا أو يعطينا خبراً عنهم، كنا السباقات في فتح زيف ذلك السلم وهشاشته، وأدركنا أن لا قيامة لسلم حقيقي من دون الكشف عن مصير مفقودي الحرب. نحن نساء السلم محونا مفردات التيئيس من قاموسنا، فأصرينا على التقاط بقع الضوء الصغيرة. نحن نساء السلم تسلحنا بحقنا بمعرفة مصير أحبائنا أحياء كانوا أم أمواتا، وبالحفاظ على حبنا الكبير لهم. نحن نساء السلم استطعنا انتزاع قانون كرس حقنا بالمعرفة، وسنكمل النضال لفرض تطبيقه. لم يعد الصبر مفتاح فرجنا،
بل فرض عمل جدي كي يكتمل الضوء وتشرق شمس الحق. ولمن اتهمنا ذات يوم بقوله أنتن تهددن السلم، نقول له نحن اللواتي نصنعه.